بما أن اليوم كان موضوعنا عن الأفلام وشنو ممكن تحط عنوان لحياتك لو كان فيلم، فقلنا ليش لا ما نربط الأبراج بنفس الموضوع، لأن حسه موضوع جدا شيق ولطيف وجميل. فإذا كنت محتار ما تدري شنو تعطي لحياتك عنوان، رأيك إحنا اليوم نساعدك نغم الصباح ونقول لك على برجك شنو العنوان اللي رح يمشي عليك. برج الحمل، تخيل إن أنت على الرقم من عنادك وإصرارك والتحدي اللي تعيشه دائما وأبدا في إن أنت تتخطى الصعاب وتخطى كل عقبة ممكن توقف في طريقك، نعتقد جدا 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 وكلنا ثقة إن ممكن يكون حياتك عنوانها باسم فيلم قلب الأسد. وفعلا أنت رغم إن أنت حمل لكن قلبك قلب أسد. أما بالنسبة حق الثور، فيعني شنو نقدر نقول لك؟ أحلى واحد وأطيب واحد في الدنيا، فلما الناس تطلبك عمرك ما تردها أبد، عشان كذي الناس دائما يلجؤون لك في النصايح وطلب المساعدة. في شنو؟ في إن أنت تضبطهم بالأكل السنع، وين ورق العنب، وين السويت الحلو، وين الكرك اللذيذ. دائما نروح حق برج الحمل ونطلب منها الاستشارة ويحطنا بعيونه، عشان كذي برج الثور ففي حياتك فيلمها راح يكون عنوانه الأكل عالم جميل. أما الجوزاء، فتخيل يا جوزاء العبقرية اللي أنت تعيشها في حياتك، كونك غامض جدا وما نقدر نمسك عليك ممسك، نيبك يمين نيبك يسار، فأنت من الشخصيات اللي صعبة التنبؤ بتصرفاتها، عشان كذي حياتك ممكن يكون عنوانها في فيلم اسمه العبقرية في زمن التكنولوجيا. سرطان يا سرطان، شنو نقول عنك؟ انت فوق ان انت تسوي نفسك ما يهمك شيء ولا يهزك ريح، ومو فارقه معاك الاحداث اللي تصير حوالينك او بحياتك، ومسوي نفسك كلش. لكن رغم كل هذا فصدقني نقدر نقول ان حياتك لو بنحط لها عنوان حق فيلم ديفنتلي راح تكون يا سرطان دراما كوين فعلا. أما الأسد، يا أسد يا ملك الغابة يلي ما في أشجع منك أبد، والكاريزما دائما موجودة عندك، ما نقدر إحنا نقايش وياك أبد. الفيلم اللي ممكن نحط لك عنوان عليه والناس بتقص تذكره عشان تحضره وتشوف شنو حياتك فيها، راح يكون عنوانها مملكة النبلاء. نبيل بطبعك دائما يا أسد. أني حق الحبيبين الطيبين الجميلين، برج العذراء، أخ يا برج العذراء، كونكم أنتوا فيكم شوية OCD وتخرعون الناس في تنظيمكم، وحرصكم زايد أن الحياة تمشي على يعني بالقلم والمسطرة بالملي، لا تشطح لا يمين ولا يسار، عشان كذي إذا في ناس بتروح لفيلم أن تحضر وتشوف شنو ممكن يكون عنوان هذا الفيلم، فأول ما يوقفون عند شباك التذاكر لما يشوفون فيلم اسمه الحياة المثالية راح يدرون أن هذا عنوان لفيلم برج العذراء. أما أنت يا ميزان، أعتقد واضح ومبين من اسمك الميزان، فالعدالة عندك مطلوبة دائما وتبحث عنها في حياتك، عشان كذي عنوان الفيلم اللي ممكن يكون هو حياتك راح يكون ملك السلام. تبحث عن السلام دائما وتبي الناس كلها يحبون بعض وما يتهاوشون ولا يكون بينهم خلاف، ملك السلام دائما وأبدا أيها الميزان. إني حق العقرب اللي يلدخ واللي يلف ويدور، هذا ملك السلام. يا حليلك، ودك يوم الأيام أحد يقول عنكم أن أنتم ملوك السلام، لكن هذا بعيد عنكم بعد الأرض عن الشمس. برج العقرب، كونك أن أنت مو واضح ودائما تحب تكون غامض وتبحث عن أسرار الناس وتبيهم واضحين وياك، لكن أنت أبو الغموض، تخيل أن شنو ممكن يكون فيلم حياتك، وراح نحط لك عنوان المخلوقات الفضائية. إيش تبين أنت الحين؟ اي لان انتم يعني لازم تكونوا مخلوقات فضائيه اخر شيء، دفنت لي انتم اخر شيء مخلوقات فضائيه. ايش قاعد تنغزين على الهواء يعني ولا ايش تبي؟ لا والله I'm getting over it. وايد I'm getting over it يا العقرب، مو فارق معك. احنا شوف السلام، لان احنا السلام والمسالمين، فما راح ارد عليك. اي والله ما اقنعتك صح. اي والله كلش لا. نروح حق القوس قوسك، يا زينك ويا حلاتك يا حلوك، تهبل وتينن أنيق بطبعك وكلامك، عشان كذي عندك الرد والبدل. فلما نتكلم عن الفيلم اللي ممكن يجسد حياتك ونحط له عنوان، راح نقول عنك يا قوس إن الفيلم اللي يمثل حياتك راح يكون عنوانه لعبة الحب والجنون. يا مجنون أنت يا مجنون.
اني حق الياسمينة الوردة الحلوة اللي يعني بخت من في حياته برج الجدي. برج الجدي اعتقد كونك انت انسان عملي جدا وتفكر بعقلك قبل قلبك وتحسبها دائما حسبة صح، فالعنوان اللي ممكن يكون لي حياتك كفيلم فاحنا نقول المليونير الصغير. المليونير الصغير حدا حتى ناس مفلسين احنا غير الصياد الصغير. ما عندنا شيء عرفتني، يعني نطلب من الله بس الستر، احنا اخر شيء كله صار فينا فلوسنا. بس على العموم حلو تفاؤل انه يكون عنوان حياتنا. الصراحة. والله بحاول اقتنع اليوم حتى انا ودي. برج الدلو ممكن ان يكون حياتك لها عنوان وفيلم، او فيلم عنوان حياتك. يا برج الدلو راح يكون احلام اليقظة، كونك دائما تكون سرحان وتفكر بالمستقبل وشنو اللي صار وما صار، فانت من الابراج اللي دائما تطير في الاحلام، خصوصا احلام اليقظة. خليك مصحصح وخلي القهوة دائما يمك وارجع لارض الواقع احسن. اخر ابراجنا لهذا اليوم دائما برج الحوت، اللي احنا نعايز من نقول له يا اخي خلي الامور متوازنه في حياتك، لا تثق بالناس بسرعه، دائما حاول كثر ما تقدر ان انت تكون واقعي نوعا ما لو بنسبه حتى معقوله، عشان كذي حياتك لو بنحط لها فيلم او بحياتك بنحط لها عنوان فيلم فراح تكون يا حوت احلام مستحيله. فأحلامك يعني نتمنى إن شاء الله ما تكون مستحيلة يا حوت. مش امباسبل. إيه والله مش امباسبل. كذي كانت أبراجنا لهذا اليوم، وكل برج شنو ممكن يكون فيلم أو عنوان فيلم حياته. ومن أفلام روان وكل برج نقول ننتقل إلى الدوحة والشباب الموجودين هناك، ونقول لهم بكل التوفيق في تغطيتكم اللي موجودة، أنتم موجودين قاعد تسوونها هناك مستمتعين فيها مثل ما قلنا، ودنا نشغل لكم إذا ما سمعتوها أغنية هناك افتتاحهم أو أغنية الدورة اللي مسوينها الشباب عندنا هني، رحمة رياض وعبد العزيز لويس، شيء يونس ويعكس روح هذه الدورة. أنا بالنسبة لي أي عمل يكون فيه تاتش كويتي ينجح ويكون مختلف تماما ويكون يعني كاتشي، بعدين لما تستوعب ان انا ليش مندمج وايد، انا ليش عاجبني، دور راح تلقى لازم كويتي موجود في النص. الله. فلما نحن نتكلم عن حجره ورقه مقص وهذه ذكرياتنا واحنا صغار ومنو ما لعب هاللعبه، فلما تكون الاغنيه هذا عنوانها وعزيز لويس بتغنيها رحمة رياض، لك أن تتخيل. لك أن تتخيل. عموما هذه كانت حلقتنا اليوم من نغم صباح، كنت معاكم أنا عبد الرحمن الخميس وأنا روان مرزوق، وهزار أسلم عليكم بعد، وإن شاء الله بداية أسبوع تكون موفقة عليكم وعلينا. إذا أنت لحد الحين يعان اطلب من فطاير عطاير واشرب لك كرك، وإذا أنت بدوامك لحد الحين ما شرب قهوتك اشرب قهوتك، واتمنى لك إن شاء الله يوم سعيد. نقفل في أغنية الأغنية الرسمية لبطولة كأس العرب في قطر، وإذا تبي تعرف أخبار أكثر عن البطولة تابع برنامج بلنتي وبرنامج الدوانية على مارينا اف ام في التلفزيون او في الاذاعة. شوفكم باكر ان شاء الله. باي باي.